توش من ال 44. 44 طبعا، ربنا يديك الصحه ربنا يخليك وتظل يا دائما رمزا وقائدا لكل الناس. الحقيقه يعني وائل جمعه من افضل واكثر الناس احتراما الواحد اتعامل معاهم خلال سنوات طويله جدا جدا. لكن قناه النادي الاهلي ووجودك النهارده واصرارك على الوجود الحقيقه النهارده، وانا اسف ان انا هقول هذا الكلام، لكن وائل اتعرض عليه حاجات كتيره قوي خلال الثلاث اربع ايام اللي فاتوا علشان يكون النهارده في قنوات اخرى، في قنوات اخرى عادي الناس حابه وائل وحابه ان هو يظهر معاها، ولكن اصر الحقيقه ان هو يكون متواجد داخل قناه النادي الاهلي، واصر ان هو يكون موجود، ويعني انا كنت حاضر في بعض الامور والحاجات اللي حصلت. ده ليه؟ لان ده راجل اهلاوي وبيحب النادي الاهلي وبيحب جمهور النادي الاهلي. فوائل عشان كده انا سعيد جدا ان هو موجود النهارده، وحضراتكم طبعا انا واضح النهارده الكلام كل اللي حضراتكم عايزين تكتبوه وتبعتوه ابعتوا للكابتن وائل على هاشتاج اسال وائل جمعه على تويتر، وعلى صفحتنا الرسميه على الفيسبوك برضو كل اللي حضراتكم عايزين تسالوه اسالوه، وانا هسال الكابتن وائل مباشره قناه النادي الاهلي وماذا تمثل لكابتن وائل جمعه. يعني زي ما قلت لك في البدايه يا اسلام، انا سعيد ان انا موجود في قناه طبعا. النادي الاهلي، بعتبر ان انا في بيتي طبعا، في بيتي الاولاني مش بيتي التاني كمان، لان احنا عشنا في النادي ده اسعد ايام عمرنا، وكل الفرحه والسعاده والسرور اللي حسينا بيه الواحد لما بيتذكر اسم الاهلي بيتذكرها وهو قاعد يعني. فبالنسبه لي العيد السنوي لقناه الاهلي مناسبه ما تتفوتش، ان انا اكون موجود في وسط القناه وفي وسط جمهور النادي اللي بيتابع القناه والناس اللي بتحب النادي الاهلي كلها، والواحد ما يفوتش فرصه انه يكون موجود في وسط الناس دي. فانا سعيد مره تانية جدا يا اسلام ان انا اكون موجود معاك والله النهارده ومع مشاهدين ومتابعين قناه النادي الاهلي، اللي انا يعني بعتبر ان انا من اسعد الناس في مصر ان انا دخلت النادي الاهلي واسمي ارتبط بالنادي الاهلي. طبعا وسيظل اسمك دائما مرتبط بالنادي الاهلي. لكن كابتن وائل طوال كم سنه قضيتهم في النادي الاهلي؟ 20 14 سنه، 14 سنه داخل النادي الاهلي. قناه النادي الاهلي كانت دايما بتبقى معانا في بعض لما كنا بنسافر ولا حاجه، كانت دايما قناه النادي الاهلي، حصريات قناه الاهلي، كواليس قناه الاهلي، مقالب قناه الاهلي، حاجات كتيره جدا كانت بتحصل يا كابتن وائل خلال الفتره اللي فاتت. يعني هي كانت طبعا القناه الهدف الاساسي منها ان هي تبقى متواجده وتنقل الصور والحاجات اللي الناس ما بتشوفهاش. مظبوط. الكواليس اللي هي المباريات والسفريات بتاعتنا والمواقف اللي بتحصل بين اللاعبين وبعض، وبتقرب المشاهدين والمحبين من اللاعبين. مظبوط. فالحمد لله احنا عشنا فتره كبيره يا اسلام دخلنا فيها سعاده للناس كبيره جدا، ودخلنا فيها فرحه كبيره جدا. المواقف دي، المباريات دي والبطولات اللي احنا حصلنا عليها دي ارتبطت بمواقف كتير جدا مع المشاهدين وبينا احنا شخصيا. مظبوط. كانت الكاميرا دي بتخش في توقيت طبعا عارف الحوارات اللي بتحصل فرح في اوضه اللبس واللاعبين بيهزروا ازاي، واتوبيس اللاعبين بعد المباريات بعد الانتصارات بعد البطولات كنت بتشوف الفرحه في وسط اللاعبين ازاي، كانت بصراحه بتعيش. احنا ارتبطنا بيها فتره طويله جدا، بقينا يعني حتى احنا جينا في بعض الفترات طالبنا ان احنا نمنع القناه شويه ان هي عن ان انت بتطلع اسرار الفريق جوه، فاهم؟ كان بتطلع بالظبط. فدلوقتي لا، القناه بصراحه انا اشوف ان هي نقله كبيره جدا، وبرده بربطها باسم الاهلي. النادي الاهلي كان لازم يبقى فيه الموضوع ده من زمان مش من دلوقتي، يعني من بدايه دخول القنوات الفضائيه وارتباط القنوات الفضائيه بالانديه النادي الاهلي. انما الحمد لله في النهايه برضو احنا في الرياده، احنا في الاول، فدي دايماً دي دي دي, دايماً دي نقطه كويسه. انما القناه انا اشوف ان هي ماشيه في الطريق الصحيح، التغييرات اللي حصلت الفتره الاخيره ساعدت برضو الحمد لله ان الشكل يظهر. الشكل النهارده كبدايه السنه جديده اكيد ان شاء الله اللي جاي هيكون احسن. انا تابعت بعض البرامج النهارده، حاجات ممتازه وحاجات في خطه للتطوير بشكل كويس يعني. كابتن